تظل وجهات النظر داخل المجتمع الأمازيغي متباينة حول ما إذا حققت لهم ثورة 17 من فبراير شيئاً من مطالبهم واستحقاقاتهم المنشودة أم لا، بعد أن دفعوا بأبنائهم في عدة جبهات خلال حرب التحرير. قطاع واسع من الأمازيغ يؤكد على ضرورة الاعتراف بحقوقهم وهويتهم بعد أن حرموا منها طيلة 4 عقود. طالب الأمازيغ بأن تكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية لغتان رسميتان بمعنى الرسمية، وأكد على معنى الرسمية في الدولة الليبية، وهذا لم يتحقق. والمطلب الثاني هوية الليبية، طلبنا بأن تكون الهوية الليبية هوية ليبية محضة تنبع من الأمة الليبية، وهي هوية جامعة تجمع عربا وتبوا وأمازيغ. وهل فيه تحسن نوعا ما بالنسبة للهوية؟ بسيط، وما تحقق منكم من مطالب اللي هو مطلب بسيط ولكن لازال مش محمي دستوريا، اللي هو قانون رقم 18 لصدر المؤتمر الوطني بتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس في المناطق الأمازيغية، وهذا لازال. البعض وهم القلة يرون أنهم قد تحصلوا على بعض المطالب، خاصة على مستوى الحقوق الطبيعية لأي مكون من مكونات المجتمع، كترسيم اللغة الأمازيغية وتدريسها ضمن المناهج في المؤسسات التعليمية الحكومية. ضمن إنجازات دورة 17 من فبراير أن بدينا احنا في مكتب سجل مدني جادو نقوم بتسجيل مواليد الأسامي الأمازيغية. في السابق في نظام القذافي كنا محرومين من تسجيل الأسامي هذه الأمازيغية، الأسامي الأمازيغية، وتوا بعد الإنجازات هذه من ضمن مكتسبات الأمازيغية. طبعا هذه واحدة من المكاسب اللي كنا نجري عليها قبل وما حصلناهاش، تو الحمد لله حصلناها. وفي برنامج دستر تو جماعة يجوا عليهم، جماعة مكتب المجلس الأعلى للأمازيغ، وإن شاء الله يديروا فيهم رأي. مع حجم هذه الإخفاقات تصر المدن الأمازيغية على الاحتفال كغيرها من مدن ليبيا بثورة فبراير، حيث يخرج الآلاف منهم إلى الشوارع رافعين أعلامهم الخاصة المخططة بالأخضر والأزرق والأصفر مع رمز تيفيناغ الأحمر الذي يتوسطها بجانب علم الثورة الليبية.